عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معايا، حبيبي يا استمتعت سامي الله جدا يخليك. جدا من كل النواحي الحقيقه. شكرا حبيبي جزيلا لوجودك معانا انا النهارده. مبسوط موجود معاك، وبشكرك وبشكر قناه بيتي على الاستضافه طبعا الجميله دي طبعا ربنا يخليك يا حبيبي. عدول، انا بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه كانت حلقه ممتعه. هسيب حضراتكم مع لقاء مهم جدا مع كريم فؤاد، احد العائدين من الاصابه. انا بعتبره من الـ صفقات، يعني مش صفقه جديده عشان ما حدش يقعد يقول لك ده اسلام بيقول صفقه جديده وبتاع، لا، لكن كريم عشان بقاله فتره طويله بعيد يعني، فرجوعه اعتقد هو واكرم هيفرق، اضافه كبيره اضافه كبيره ان شاء الله. جدا جدا في سكواد النادي الاهلي الحقيقه في السبع ثمان بطولات اللي هيلعبهم النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. اسيب حضراتكم مع كريم فؤاد وحديث شيق ورائع ايضا مع زميلنا فاروق صلاح، وبعد كده أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله بكرة ألتقي مع حضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم من هنا من النمسا وبالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتغطيتنا لأجواء معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. واحد من نجوم النادي الأهلي في عز تألقه، إنه كان واحد من هداف النادي الأهلي، بتجيله إصابة في وقت صعب جدا، يعني جت الإصابة في توقيت صعب جدا، لكن بإصراره بعزيمته بالثقة بإيمانه بربنا قدر إن هو يرجع بألف سلامة. معانا في هذه الأثناء عريسنا وعريس النادي الأهلي كريم فؤاد. كريم برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، الحمد لله على السلامة. مليون مبروك الأول على الجواز يا كريم، وألف حمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. طبعا برحب بيك وبرحب بالسادة المشاهدين. الحمد لله كانت إصابة في وقت مش وحش، بس دايما أنا مؤمن بأنه خير من عند ربنا في إنك تتصاب في عز ما انت كويس، عشان خاطر يعني لما ترجع تبقى عندك حافز انك ترجع ما قبل الاصابه يعني باذن الله. كريم الاصابه جت في توقيت صعب جدا، كنت واحد من اللعيبه الاساسيه لفكر مستر كولر، واحد من هدافي الفريق، اكيد جت في توقيت ما تتمنهوش، لكن كان عندك رضا وايمان بربنا. طبعا الحمد لله الواحد عنده رضا وايمان ان هو اي حاجه بتحصل من عند ربنا خير، سواء عجبتني او ما عجبتنيش هي كده كده خير، والمطلوب مني ان انا لازم اكون راضي بيها يعني، والحمد لله ده اللي حصل. وعشان كده كنت دايما حاطط دي قدامي عشان ما ملش، عشان ما زهقش، لو اتضايقت في وقت او زعلت في وقت لازم اكون هي النقطه دي اللي بتفوقني تاني، انه دي من عند ربنا لازم ترضى بيها. اي مدرب او مدير فني بيبقى عنده زعل من اصابه واحد من العناصر الاساسيه عنده، لكن مستر كولر كان الامر بالنسبه له صدمه، يعني صرح بصدمه، يعني حس بصدمه من اصابه كريم فؤاد نظرا لقيمه كريم في التوقيت ده بالنسبه لمستر كولر. اكيد دي تعني امر يعني لك الكثير يا كريم. اكيد طبعا هي حاجه يعني بتقول قد ايه انت كنت مهم، او كنت حاجه بالنسبه له كويسه، او هيبني عليها حاجات كتير. بس طبعا هو الحمد لله، واحنا مش كده كده الفرقه مش هتقف على واحد او هتقف على اتنين، او كده كده اللي موجود قدها، واحنا عندنا لعيبه كتير جامده وفي كل الاماكن. انا اتصبت في فتره يعني كنت ماشي فيها كويس، بس الناس السليمه قدها وقدود. كريم يعني نقول صفحة الإصابة صفحة واتقفلت، واللي جاي إن شاء الله يكون خير، لكن عايز أتكلم على حالة الحب اللي بينك وبين أكرم توفيق. الإصابة مع بعض، حالة ارتباط مع بعض، ثنائية افتقدناها في الملعب مع بعض، إيه الموضوع يا كريم؟ هو أكرم أنا أعرفه من بدري طبعا، من لما كنا في المنتخب الأولمبي، واحنا على طول يعني بنقعد مع بعض في المعسكرات من واحنا في المنتخب في طوكيو، فنفس الدماغ، نفس التفضيلات، نفس الحاجات يعني اللي انا بحبها وبيحبها وكده، فدماغنا واحده يعني. ايوه كريم، بس مش موضوع ان احنا نتصاب مع بعض احنا الاثنين في توقيت واحد. لا دي بتاعت ربنا بقى. دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، والله يعني كانت نعمه من عند ربنا ان انا اتصبت وقت ما هو مصاب، يعني عشان خاطر هون عليا كتير بصراحه، وانا برضه هونت عليه، فكانت لطف من عند ربنا ان احنا الاثنين برضه مع بعض في الاصابه، يعني عشان خاطر ما حدش يبقى متضايق لوحده. احتفال كريم فؤاد واكرم توفيق في الملعب، الجماهير مشتاقه له، الجماهير دايما بتتكلم على الاحتفاليه وطريقه الاحتفال بتاعتكم، دي جت ازاي؟ سرها ازاي؟ كانت مترتب لها ولا ايه؟ فهمنا بقى القصه يا كريم.
لا هي ما كانتش مترتب لها خالص، يعني هي اصلا الاحتفاليه دي بدات قبل ماتش الزمالك بيوم. كنت انا بقول لاكرم ان انا نفسي العب بكره واجيب جون وكده، فقال لي يا عم انا انت ان شاء الله هتلعب بكره وانا بقول لك انت هتجيب جون بكره. قلت له انا نفسي بصراحه يعني نفسي اجيب جون، فقال لي انا بقول لك انت هتجيب جون بكره باذن الله وهدعي لك. بعدين قلت له خلاص احنا لو جبنا جون هنسلم على بعض، احنا اصلا على طول بنسلم على بعض كده في اي حاجه، اول لما بشوفه بنسلم كده عادي من غير حاجه. فقلت له اول ما هجيب جون هتجيلي واسلمك السلام بتاعنا ونعمل كده. فراح قال لي خلاص ماشي وبتاع. بس جت صدفه اول ما نزلت جبت جون فعملناها. بس هي كانت الحماس بقى كان زياده قوي يعني غير اللي احنا كنا متفقين عليه، احنا كنا نسلم عادي ونعمل كده بس يعني عادي. بس احنا وقتها بقى كانت فرحة الجون مع خلاص البطولة حسمناها، فالفرحة كانت هي كانت لحظة استثنائية بصراحة بالنسبة لي أنا شخصيا، لأنه ده أول جون ليا وأول جون في الزمالك يعني، وأول جون ببطولة وفي فاينل، فالفرحة ثلاثة مش الفرحة فرحتين يعني. فهي كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي بصراحة. بس دايما بيجي يرخم عليك اكرم بالكلمات اللي بحرف الراء يا كريم. لا لا بلط عيل بلط. لا اكرم حبيبي واخويا وهو بصراحة يعني اخ كبير بالنسبة لي وانا بحبه جدا 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 يعني. فترة التأهيل وانتوا في أحد المراكز في الدوحة كان فيها تفاصيل وكواليس كتير وهزار أكرم، يعني الناس كلها كانت بتبقى متابعة فترة التأهيل بتاعتكم مستنيين الصورة فيديو ليك أنت وأكرم توفيق، إيه اللي الناس ما شافتوش يا كابتن كريم؟ الناس ما شافتوش هزار اكرم معايا، بعرفش يهزر بايده خالص، دي تقيله موت، ده صعب صعب. وما شافوش برضو وانا بعضه. هو ما بيحبنيش اعضه خالص. ف لا هزار اكرم انا وهزار انا واكرم بنهزر مع بعض يعني، هزار غشيم شويه. طبعا احنا مبسوطين بالروح دي والحب ده، لاني اعتقد يعني مش سهل تطلع بصاحب، مش سهل تطلع باخ، لكن كريم واكرم الاتنين يعني نقول اخوات في حالة حب كتير جدا بره الملعب وجوه الملعب. اخويا اكرم بصراحه اخ، وانا بعتبره يعني بعزه جدا، وحتى اخواتي بيحبوه جدا وهو بيحبهم وقابلهم، الوحيد يعتبر انه الوحيد اللي دخل بيتي او قرب من عيلتي او يعرف ابويا شخصيا ويعرف اخواتي شخصيا وبيتعامل معاهم بره النادي. فهو بصراحة خلاص بقى واحد من البيت عندنا يعني، مش حتى انا اخواتي لما بييجوا يدعوا لي ان انا اخف بيدعوا لاكرم على طول يعني، رب تخف انت واكرم، يا رب رب ترجع بالسلامة انت واكرم كده يعني، ما بقتش بقى ايه ربنا يشفيك او كده، حتى لما بييجوا يدعوا لي بيدعوا له معايا يعني. فهو بقى عندنا بصراحة بقى واحد من البيت يعني، واحنا عندنا في البيت بيحبوه جدا يعني. ربنا يديم بينكم كل خير يا كريم. الفترة اللي جاية احنا معسكر اعداد هنا في النمسا، موسم جاي صعب، عندك تطلعات، عندك شغف، حاجات كتير عايز تحققها، لكن في البداية قول لي المعسكر شايفه ازاي، انطباعك عن المعسكر هنا يا كريم؟ هو المعسكر طبعا كانت حاجة أحس إن الفرقة كانت محتاجاها، وزي كده يعني فاصل ما بين موسم وموسم، وفي أجواء مختلفة في بلد مختلفة، فهي حاجات بتخليك تفصل عشان ترجع الموسم الجديد يعني تحس إن أنت بداية جديدة وحاجة جديدة. فهو المعسكر كان مفيد جدا بصراحة، والأجواء حلوة وكل يوم في حاجة جديدة، اللعيبة بنتجمع بالليل على طول، بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب شطرنج، بنلعب دومنات، طاولة، اللعبة كلها في حالة تجمع دايما، اللعبة كلها في أجواء جديدة ما كانتش بتبقى موجودة في النادي. فبصراحة المعسكر في حاجات كتيرة حلوة ومكاسب كتير يعني. كريم الموسم اللي فات 5 بطولات، مش شايلينك مسؤولية للموسم اللي جاي، جمهور النادي الأهلي لو بلعب 5 بطولات أنا عايز الستة، ما بقبلش إن أنا آخد 4 أو 3، هل ده بيشكل عليكم عامل ضغط ولا بيدي دوافع للموسم اللي جاي؟ لا اكيد طبعا بيدي دوافع، اصلا احنا كلعيبه عندنا نفس الاحساس انه انا لما خدت 5 بطولات انا عايز اخد 6، بشارك في بطولات عايز اخدها كلها، انا كلعيب بحس نفس الاحساس. فهم بيدوك دافع ان انت هم كمان عايزين ده واحنا لعيبه عايزين ده، ومحدش بيشبع من البطولات. وانا السنه اللي فاتت اخدنا 5 بطولات،
بس انا حاسس ان انا ما شاركتش فيهم كلاعب، و كنت موجود مع الفرقه بمساندتي ليهم بدعمهم، بس انا نفسي اعيش الاجواء دي وانا لعيب، ونفسي اخد كل البطولات دي تاني واخدها السنه اللي بعدها تالت، وعايز اخد بطولات كتير. ما حدش فينا بيشبع، وكل اللعيبه كده يعني، ما حدش في اللعيبه ان هو خلاص كفايه خدنا بطولات، او يا عم احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت، او احنا خدنا بطولات كتير السنه اللي فاتت، ما حدش بيفكر كده خالص. كل الناس عايزه تدوس، عايزه خدنا بطولات ناخدها تاني، ناخدها تالت، خدنا خمسه ناخد سته، كاس عالم الانديه ما حققنا فيه برونزيه، عايزين فضيه، عايزين ذهبيه، ليه لا؟ في انديه عربيه حققت فضيه، ما فيش مشكله. وانت قدها، انت السنه اللي فاتت لعبت ماتشات ضد انديه كبيره وعملت ماتشات كبيره يعني، فليه لا؟ انت عندك امكانيات وعندك وفي نادي كبير، فتقدر تعمل ده. وان شاء الله احنا بنطمح يعني السنه دي ان احنا نحقق حاجه كبيره يعني باذن الله في كاس العالم للانديه. كابتن الخطيب اول ما وصل للتدريب في اول يوم دور على كريم واكرم، خلاص بقت ثنائيه خلاص معتاده، دور على كريم واكرم، وقف معاك اتكلم معاك، كان حارس عايز يطمن عليك وعايز يطمن على اكرم توفيق، ايه اهم الكلام اللي دار بينك وبين الكابتن الخطيب؟ هو كان بيسال علينا عملتوا ايه عند الدكتور وكده، وبيسال تقدروا تشاركوا في الماتشات امتى، وتقدروا تبقوا مع الفرقه بشكل رسمي امتى يعني، وبس كان بيطمن علينا يعني ان احنا هنبقى قادرين ان احنا نشارك في الماتشات امتى. شايف رئيس النادي ورئيس نادي بحجم الكابتن الخطيب يعني حرص ان هو يطمن عليك، يعني وقف في التدريب يتفرج عليك، يتفرج على اكرم، انتوا الاثنين بالتحديد يعني راجعين من اصابه، اعتقد بتشيلك مسؤوليه، لان الحب ده مش سهل، والاهتمام ده امر ما بيجيش بالسهل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، الحاجات دي مش حاجات بسيطه، هي حاجات كبيره جدا، انه اسطوره زي كابتن محمود الخطيب يبقى بيسال عني وبيطمن عني وقاعد بيتفرج عليا عشان خاطر بيتابع حالتي بقت عامله ازاي دلوقتي، دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره اصلا يعني، ما كانش الواحد يحلم بيها. فطبعا مسؤوليه كبيره جدا، ان انت لازم تكون قد الحاجات دي كلها وقد التطلعات دي كلها يعني. مستر كولر، بعد ما تطمن خلاص ان كريم واكرم خلاص جاهزين، ايه الحديث اللي دار بينك وبينه؟ ايه الكلام وقت الاصابه؟ اعتقد في كلام كتير قاله لك بعد الاصابه، ايه ابرز الامور اللي اتقالت في الحالتين؟ هو قبل الإصابة كان بيقول لي معلش، إنه هي وبصراحة كان زعلان وهو بيقول لي، بس دي ده الطبيعي، ودي حاجة في الكورة، ودي حاجة زي يعني ما نقدرش نتدخل فيها يعني، انت قدها وهترجع كويس، ومجرد وقت مش أكتر، وإحنا مستنينك تاني، وإن شاء الله يعني ترجع أحسن وكده. بعد الإصابة أو بعد ما رجعنا يعني، كان دايما بيقول لي يعني، هو ما اتكلمش معايا بشكل يعني دايركت او كده، بس دايما كل ما يشوفني يقول لي جاهز جاهز كده يعني. بس كريم، احلامك وطموحاتك في الموسم الجديد؟ كريم عايز ينزل ماتش النهارده، عايز يلعب النهارده، عايز بطوله لا، الواحد بصراحه مشتاق يعني، ونفسه يرجع يلعب تاني يعني. انا يعني مش مستعجل، بس عندي شغف، ان عارف انت اللي هو ايه، هاتولي كوره، انا عايز العب دلوقتي. فالواحد مستني اول ماتش هيشارك فيه يعني بعد الاصابه ان شاء الله. كريم، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي بالتحديد وحاله الحب اللي انت شفتها من الجمهور، انا عارف وقت الاصابه في كتير جدا وقف جنب كريم، خاصه البيت، والدك والدتك، لكن الجمهور عايز تقول لهم ايه؟ وايضا البيت عايز تقول لهم ايه؟ لان فتره الاصابه دي بتبقى فتره صعبه جدا. هو بصراحة أكتر حد عايز أشكره البيت عندنا بصراحة، أبويا وأمي وإخواتي ومراتي، أنا بشكرهم جدا على دعمهم ليا طول الوقت، وقت ما بكون زعلان، وقت ما بكون متضايق، هم السند، وهم يعني بصراحة كل حاجة في حياتي حرفيا. الواحد من غيرهم ما ملوش خير في الدنيا يعني، اخواتي وابويا وامي ومراتي، لما الواحد بيكون في حاجه او بيعوز يشكي همه او كده، هما دايما متابعيني، وكل يوم بيسالوا عليا عملت ايه النهارده، اخبارك ايه بتاع. فانا حابب اشكرهم جدا جدا جدا، وطبعا الجمهور طول الوقت بيدعمني وبيساندني في سواء على السوشيال ميديا او في الشارع، فدي بصراحة حاجة أنا بشكرهم جدا عليها وممتن ليهم جدا، ونفسي نفسي أرجع الماتشات تاني عشان خاطرهم يعني.
احنا بنشكرك يا كريم، نتمنى لك السلامه يا رب، ربنا يحفظك دايما وتكون يعني اهم اضافه للنادي الاهلي الموسم القادم وايضا للمنتخب المصري، لانك واحد من اللعيبه اللي تستحق هذه المكانه كريم. باذن الله وان شاء الله. شكرك يا كريم حبيبي، شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، الطيبه والوضوح والصراحه، الاصرار، التصميم، الاراده، كريم فؤاد يعني نتمنى له السلامه يا رب دايما، كلام من القلب قاله، وعلاقته مع اكرم توفيق اللي طبعا ربنا يديم بينهم كل خير، نتمنى حاله الحب اللي احنا لمسنا من اللاعبين، لمسنا من المعسكر ان شاء الله يكون مردودها على النادي الاهلي، مش في مباراه السوبر فقط ولكن في الموسم القادم باذن الله. عندنا تحديات كتير، عندنا متطلبات كتير جدا، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي باللي احنا لامسينه في المعسكر على قدر المسؤوليه، ربنا يكملها على خير يا رب باذن الله، ويحقق النادي الاهلي مزيد من البطولات من جديد.